أثناء العمل لتعود بالنفع على الموظف فتتسع مداركه وتزداد مهاراته فيزيد من إنتاجه وإسعاد من حوله. هذا وصلوا وسلموا على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد. أيها المصلون، إن قراءة القرآن الكريم خير ما نستثمر فيه أوقاتنا. قال الله عز وجل: فقرأوا ما تيسر من القرآن. فليحرص كل بيت على قراءة القرآن الكريم وقراءة الكتب المفيدة والمراجع النافعة، وليملأ بها وقته ووقت عائلته صغارا وكبارا، مستعينا بالقراءة الإلكترونية عبر الأجهزة الذكية، فإنها وسيلة سهلة اختصرت لنا الوقت والجهد. وإن القراءة في دولة الإمارات العربية